ياسر سام صلاح السلام عليكم. حنا كنتواجدوا في دوار اكسوال حاليا وعدد الوفيات اللي كاينين فيها لحد الان تقريبا كاع الناس اللي ماتوا راه خرجوا من الناس ماتوا بعض الناس بعض الاشخاص اللي توفوا وهادشي اللي كاين حاليا بالنسبه للديور اللي تضروا بزاف خص الناس فقراء شويه لقد الحال كنا فقراء الى الله سبحانه وتعالى وخصهم تعويض على بالنسبه الى لقاو شي انا ضرر كبير حيت ما كاينش الدار ما كاينش الحياه وهاد الناس باش يعاود يبني دار كتاخذ ليه مده طويله وماشي سهله باش تبني دار يعني كتستغرق واحد المده طويله اي واحد دابا تسولو هنا غتلقى الدار اللي بناها ولا عايش فيها غتلقى حياته كامله تقريبا وهو كيبني فيها وكيقاد فيها شويه بشويه يعني الا ما كايناش مكان استقرار فين يعيشوا هاد الناس هادو راه غيتشردوا لان مزيان هذه المبادره اللي دارت لا الدوله لا المجتمع المدني لا الناس كاملين هادشي بكانهم فرحناهم درناهم كامل الناس احاسيس تخلطوا علينا وداروا جابوا القياطن الناس على الاقل بعدا راه دخلوا من البرد وكلاو الناس وشربوا والله يخلف على كل والله يجازي المحسنين اللي يدعموا هاد الناس هادو وتعاونوا معاهم الناس جاو من مدن المغرب كامل من طاجة حتى للقويرة كلشي الناس جاو والحمد لله هادشي فرحنا بعدا نسينا شويه ديال الالم اللي كانوا عشناه في الفتره في ديك الدقائق الاولى ديال هاد الزلزال هذا والحمد لله دابا الحمد لله الى جاب الله تعوضوا هاد الناس فين يعاودوا يسكنوا ويعيشوا راه مزيان الحمد لله غادي نكونوا الحمد لله والشكر لله ان شاء الله الرحمن وهذا الشيء اللي كاين حاليا هذا مكان الاسم ديالك محمد وكرش الله يعطيك الخير مرحبا